السلام عليكم. العلم دين، ويجب أن نعرف ممن نأخذ ديننا، والدين قد كمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا ينبغي كل من خرج علينا ويستشهد بآيات ويفسرها على مزاجه ويتبع بذلك عقله والفلسفة والسفسطة نخضع له ونسمع له ونمشي وراءه. ليس كل من تكلم بالدين معناته هو فاهم الدين، فالدين يجب أن يؤخذ من أهله، من أهل العلم وأهل الرسوخ، ممن فسروا القرآن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وليس ممن يفسرونه على مزاجهم. وقد خرج علينا منذ سنوات شخص يدعى علي منصور الكيالي، يزعم أنه دكتور في الفيزياء. فرأيت وأثناء تتبعي لأقواله واستنتاجاته وتفسيراته وخزعبلاته، رأيت أن الرجل قد جاء بالطوام والعجب العجاب لم يسبق به أحد. كيف لم يسبق به أحد؟ لأنه جمع بين أفكار ومعتقدات وآراء متشتتة ومتفرقة، وأيضا معتمدا على عقله وتفكيره، ثم رابطا كل ذلك بما يزعم أنه الإعجاز العلمي. وقد يقول قائل: كيف ترد على عالم فيزياء وهو خبير بذلك وأنت ليس لك باع في الفيزياء؟ أقول: نحن عندنا قاعدة، الأصل هو الدين، وكل ما يأتي بعده هو تبع لهذا الدين. فعندما نأتي نريد أن نثبت شيء، يجب أن يكون عندنا أصول قاعدة نثبته وفق أصول الدين وقواعد الدين، وليس نأتي بأفكار ثم نضع الدين عليه على مزاجنا وهوانا. لا، الأصل هو الدين، فأي شيء وافق هذا الدين فبها ونعمة، وإن لم يوافقه فمردود مردود. ثم هذه نقطة. والنقطة الثانية: نحن نتكلم بالدليل، ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وأئمة التفسير والتعبير في تفسير القرآن، كما يقول ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمسألة ليست فوضى، كل من جاء وتكلم باسم الدين، هذا عالم طب، هذا عالم فيزياء، هذا عالم كيمياء، ثم نصدقه؟ كل عالم فيزياء وكيمياء وطب إن لم يكن خاضعا للدين ولم يكن فاهما لأصول الدين ومتعلم أصول هذا الدين، فيأتي بعجب العجاب كما فعل هذا. والخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف. ولن تصلح آخرة، يقول إمام مالك رحمة الله عليه، لن تصلح آخرة هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذا كان يتكلم في مجاله ولا يحشر الدين في هذا المجال، قلنا تصطفل، تقول سرعة الضوء كذا، الكواكب كذا، النجوم كذا، العلم أثبت كذا. أما تأتي وتربطه بالدين وتتكلم باسم الدين وباسم القرآن، فهذا لن يقبله منك عاقل ولن يقبله منك أحد. فاتق الله في نفسك. هذا الرجل يزعم أنه عالم فيزياء، وقد تبين أنه ليس عالم فيزياء وليس دكتور في الفيزياء، إنه كان مهندسا معماريا فقط. ثم كل ما يقول ثبت علميا تبين أنه لم يثبت علميا. وقد رد عليه أهل التخصص في الفيزياء، محمد باسل الطائي، الدكتور العراقي محمد باسل الطائي، رد عليه في مسائل كثيرة. أذكر لك مسألة واحدة، يقول الكيالي أن مجرتنا درب التبانة الشمس تجري في مسار مستقيم فيها. طبعا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن
ما بين البروفيسور أن المجرة كلها تدور حول مركز المجرة، والشمس أيضا تدور حول مركز المجرة بخط منحني. فإذا حتى مسألة ثبت علميا أو ما يتكلم في مجال الفيزياء كلامه باطل. وقد رد على هذا الشخص كثير من طلبة العلم، حتى بعض العوام ردوا عليه وبينوا ضلالات هذا الشخص، وهناك الكثير من الفيديوهات الموثقة ردوا على كثير من اعتقاداته وأقواله الباطلة المنحرفة وضلالاته وجهله بقواعد وأصول هذا الدين. وعندما يردون عليه يلف ويدور، ثم هو شاطر في السب والشتم، حتى وصف خصومه بالحمير. هذا هو الثقافة الذي وصلت إليه يا من تزعم أنك دكتور. هذا الرجل عنده انحراف وجهل في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة كلام رب العالمين. ثم عندما أيضا يناقش يقول أنه من أهل البيت وهم فقط يعلمون تفسير معاني القرآن لأن الله طهرهم وأذهب عنهم الرجس. طيب، وهذا كلام باطل. الصحابة كثير منهم لم يكونوا من أهل البيت، هل معناته ما نأخذ منهم الأحاديث الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نأخذ منهم الدين؟ جهل وظلمات بعضها فوق بعض. فالمهم، الرجل حتى جاهل في قراءة القرآن. هناك فيديوهات موثقة أنه يقرأ القرآن الآيات بالخطأ ويفتح ويكسر ويضم، يعني جهل فوق جهل، جهل في تفسير القرآن، جهل بمقصود القرآن وأسباب النزول ثم يفسر القرآن بعقله ورأيه، جهل بالسنة النبوية حتى يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أخو الإنسان، أحب ذلك أم كره، وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يوجد حديث حتى باطل ما يوجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم يستشهد بأحاديث موضوعة وباطلة حتى الصحيحة يحرفها ويبدلها بما يوافق هواه. جاهل بالسيرة النبوية، جاهل بالغزوات، جاهل حتى في اللغة العربية وأصول الدين، جاهل في المسائل الفقهية. كل هذا موثق يعتمد في ذلك على عقله لا وعلى نظريات باطنية هندوسية، فيقوم بلي أعناق نصوص آيات القرآن تحت ما يسمى بالإعجاز العلمي. الكيالي لا يتردد في إخضاع عالم الغيب بأركانه ونصوص الوحي الشريف ويفسره بقوانين عالم الشهادة، فتجده لا يمانع من تفسير عالم الملائكة بقوانين فيزيائية ويفسر كيفية حدوث يوم القيامة، يوم القيامة الذي لا يعرف وقته فضلا عن كيفية حدوثه، يفسره هو بقواعد فيزيائية من استدلالاته بقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، على أن إمكانية فتح أبواب السماء للبشر وهي على عكس ما فهمه هو، ونظرا لتعديه على القرآن فهو غير متمكن حتى في اللغة العربية. ولو فتحنا، حرف لو في اللغة حرف امتناع لامتناع، وهذا على سبيل افتراض المستحيل، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو يعني يستحيل أن يكون آلهة غير الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض إلا الله، وإلا فسدت، يعني ما ممكن. ثم يقول هناك آية في القرآن الكريم نزلت منذ 1400 عام تقول إن السماء ليست فضاء مفتوح، سورة النبأ، وفتحت السماء فكانت أبوابا. طبعا يحرف الآية تحريفا بشعا فاسدا، المقصود بالأبواب التي ستفتح في السماء في يوم القيامة وليس الآن في الدنيا، لأن الآيات هكذا سياقها، حيث يقول تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هذا يوم القيامة، ونفخت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم يختم الكيالي بكذبة كبرى يقول فلماذا تمت عملية المعراج من فوق القدس ولم تتم من مكة مباشرة؟ لأن هناك أبواب إلى السماء من فوق القدس ولم تكن الأبواب موجودة في سماء مكة. سبحان الله، عجز الشيطان عن هذا التفسير. فلا أدري من أين يأتي بهذا الهراء وكيف يكتشف هذه المعلومات. هذه المعلومات لا تحصل إلا عند المشعوذين والكهنة والعرافين، وهل هناك أفضل من مكة لو أراد الله أن يجعل لها أبوابا إلى السماء؟ ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تستحفظ مع ما شئت. ومما زاد الطين بل أنه يفسر بعض آيات القرآن بفلسفات الطاقة الكونية الباطنية وإدخال فلسفات الهندوس. ثم هذا المنهج ليس بجديد عند الكيالي، هذا منهج العقلانيين، فالكيالي لم يأتي بجديد بفلسفة في فلسفته وعقلانيته. ثم
المسكين هذا الجاهل يدعي أنه خبير بلهجات العرب، ولسنا ندري كيف يكون خبير من لا يعرف شيئا عن الإعراب ولا يستطيع أصلا أن يتكلم بلغة فصيحة. يعني كيف تتجرأ أنك تقول أنك خبير باللغة العربية؟ لكن برضو أقول العتب مو علي، العتب على السذج الجهلة الذين يصدقون كلامه وكلام أمثاله من هؤلاء العقلانيين. هنا أذكر لكم بعض ضلالاته على وجهنا. يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع النوم بسبب بعض المخلوقات والعمليات الحسابية، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حاشا حاشا أن الله يحتاج إلى النوم، ثم يدعي بأن عذاب القبر خرافة. طبعا هذا اعتقادات المعتزل الذين يقولون أن عذاب القبر يقع بعد القيام في الموت يوم الحساب، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة، وهذا كلام الكيالي نفسه الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور، ويقول أحد آرائهم أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى، وهذا القول أيضا يتفق مع قول الجهمية. ثم ما دليله على ذلك؟ لأنه لو قلنا أنه في عذاب قبر إذن سلم إبليس من عذاب القبر، سوف يفرح إبليس، هذا أمور غيبية، إبليس يعذب من يعذب، يعذب في القبر، يعذب يوم القيامة، إبليس يفرح. إذن لأن إبليس يفرح نحن ننكر القرآن أو ما جاء به القرآن وننكر ما جاء به الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن الإبليس سوف يفرح لأنه ما عنده عذاب القبر. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إبليس ليس له حساب ولا كتاب إلى يوم يبعثون. من قال لك أنك إبليس ليس له حساب ولا كتاب إلى يوم يبعثون؟ وأنت كيف تعرف ما هو عذاب إبليس؟ كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى إبليس؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ألا تتقي الله في نفسك؟ ثم طامة أخرى يزعم ويدعي أن الله سبحانه وتعالى يستخدم نظرية أينشتاين في حساب الناس يوم القيامة، سبحان الله. ثم ينكر وجود يأجوج ومأجوج ويدعي أنه يعرف مكان الجنة والنار، وقوله أن أمر الله تعالى يسير بسرعة الضوء ولا يمكنه الإسراع، ويقول أن أهل الكتاب يدخلون الجنة دون أن يدخلوا الإسلام، ويقول أن نهر الكوثر ليس بنهر، هذا كله من أقواله، ويقول أن الصلاة الوسطى ليس صلاة، وينكر حكم تعدد الزوجات، وينكر الآيات التي تقول أننا على الأرض، ويزعم ويدعي أنه يعرف اسم الله الأعظم، ويقول عن قوله تعالى وقرن في بيوتكن أن هذه الآية خاصة بنساء النبي. لم يدع علي منصور الكيالي ضلالة من الضلالات إلا وجاء بها، يعني جمع كل ضلالات أهل الضلال، ضلالة اليهود، ضلالة النصارى، ضلالة الهندوس، ضلالة المعتزلة، ضلالة الجهمية، ضلالة العقلانيين، ضلالة الفلاسفة. اليهود جاءوا بضلالتهم، والنصارى جاءوا بضلالتهم، والهندوس جاءوا بضلالتهم، والعقلانيين بضلالتهم، قد يكون بينهما عامل مشترك، لكن الكيالي جمع كل ضلالات العالم بفلسفته الباطلة. فهذا الرجل جاهل، وهذا الرجل ضال، وهذا الرجل دجال من الدجاجلة، أقواله كل أقوال الزنادقة، أقوال كفرية. يعني لو قلت لي هل تكفره؟ أقول لست هنا حكما أن أكفره أو لا أكفره، لكن أقواله هذا أقوال أهل الكفر والزندقة. فأنصحك أيها الكيالي أن تتقي الله في نفسك وتتقي الله في الأمة الإسلام، ليس بحاجة إلى خزعبلاتك ولا أكاذيبك، فالحمد لله ديننا كامل وديننا واضح، والعلماء ولله الحمد بيّنوا الحق لنا، والله سبحانه وتعالى أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دعك هذه الفلسفة، اتق الله في أمة الإسلام، تحرف دين الله كما حرف اليهود التوراة، كما حرف النصارى الإنجيل، تأتي بشيء لم يسبقك به أحد، ولو فيه خيرا لسبقونا إليه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل.